زر بديتي محترم خلكم مع الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد الكتبي من جيمز ماسترز. اليوم جايين نسوي لكم اوفرفيو على آخر ابديت حق بلاي ستيشن 5، اللي هو تقدرون تركبون على البلاي ستيشن 5 نفسها الـ M.2 NVMe. طبعا الابديت هذا يتغير من السنة اللي طافت العالم ونزل اخيرا، ابديت كلير نظيف خفيف، بس السبورت حق NVMe SSD M.2 في كم شرط لازم يستوفيهن الشخص عشان يشتغل 100%. اول شيء سرعة القراية والكتابة 5500 تقريبا، والبي سي اي جن 4. طبعا دبليو دي ما قصروا ويانا، طرشونا 1 تي بي دبليو دي بلاك SSD NVMe، ومسوين فيديو على السريع كيف تركيب الام 2 على بلاي ستيشن 5 والاعدادات، والاعدادات جدا بسيطه. طبعا اول شيء الواحد لازم يحط قدامه بلاي ستيشن، بيبطل الكفر، يسوي له سلايد. عقب الكفر في متل شيت، المتل شيت هذه فيها لها مسمار يتبطل، من تبطلون المسمار بيطلع لكم وراه مسمار ثاني، المسمار الثاني هذا ادجستبل، اربع مقاسات حق الام دوت 2 بلاتفورم. ام دوت 2 بلاتفورم لها اربع مقاسات وخمس مداخل. المتعارف عليه عند الجميع هو اللي نحن نشوفه فيه مكان واحد ناقص، هو هذا الام في ام اي او الام دوت 2 اللي معاه اليوم، انه ومعاه رنج. الرنج هذا نسوي له ادجست، نغير مكانه ونركبه. بعد ما يركب الرنج ركب الاس اس دي مكانه ورص عليه بمسمار، طبعا شوي شوي لان الام في ام اي بعد وايد صغير وخفيف. شو سبب ان المتطلب الرئيسي بعد فوق هذا كله مشتت الحراري؟ مشتت الحراري سألناكم والله الام في ام اي حاله من حال اي كومبوننت بالكمبيوتر، من البروسيسنج اللي يستوي عليه لازم يرفع حراره. فالميتال شيت لازم يكون، مش الميتال شيت او اي هيت سينك بيركب مع SSD NVMe مع اي هيت سينك بيمشي، بس لازم يكون جن 4. طبعا الاعدادات بسيطة، اول ما تشغلون البلاي ستيشن بتطلع لكم صفحة يطلب منكم تسوون فورمات او تقدرون تطوفونها. بعد ما تسوون فورمات وتخلصون بيسوي سبيد تيست حقه، طبعا يعطاني 6500 MB تقريبا، وايد حلو. عقب هذا كله تقدرون تدخلون على مكتبة الألعاب وتنقلون الألعاب موف، لما تحطون موف بينقلكم دايركت على الاستورج أو اللي هو NVMe. وتقدرون بعد تشلون من الاستورج وتحطونه على البلاي ستيشن نفسه. في شيء ما تقدرون تحطون أي جيم كابتشر على SSD، فقط على الاستورج اللي مع البلاي ستيشن نفسها. تقدرون تنقلون برامجكم والعابكم وكل شيء يتخزن على سطح البلاي ستيشن الا الكليبس، الكليبس تتم موجوده في البلاي ستيشن نفسها. اسباب متطلبات ان ليش الام في ام اي لازم يكون جن 4 وسرعه القرايه او الكتابه فوق ال 5500 ام بي عشان يكون ستيبل معاكم النظام، لما ما تسوي كراشات والرندر ما يتاخر عندكم ولا اللود، يعني تقريبا حالة من حال الاستورج نفسه اللي على البلاي ستيشن 5. هاي تغطيتنا السريعة اوفر فيو SSD كيف يركب وطريقة الفورمات وطريقة نقل الالعاب. كانوا وياكم اخوكم محمد الكتبي من جيمز ماسترز، اشوفكم على خير.